إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، والأحبة، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إنه هو العليم الحكيم. هذا هو المجلس السادس في التعليق على رسالة ثلاث الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. وتوقفنا في الدرس السابق عند الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه وأنه هو المعبود سبحانه وتعالى، أي هو المستحق للعبادة، وأنه يعرف سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته. وتلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونقل تفسير السلف عنها كما قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذه الليلة نكمل ما توقفنا عنده، وهو قوله رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. فأخذ المصنف رحمه الله يعدد أنواع العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، ويذكر كل نوع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. والعبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأجمع تعريف، وهو قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة إما أن تكون عبادة عامة، عبودية عامة تشمل كل الخلق، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وهذه هي عبودة القهر، أنهم كلهم تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وإما أن تكون عبودية خاصة لعباده المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. التي أمر الله بها أي شرعها الله وأذن الله جل وعلا بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فذكر رحمه الله هنا التمثيل، أي من باب التمثيل لا من باب الحصر، فذكر أنواعا من العبادة. وهناك عبادات لم يذكرها رحمه الله لأنه أراد أن يقرب هذا العلم إلى المتعلم، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر أعظم أنواعها وهي مراتب الدين الثلاثة المعروفة كما في حديث جبريل المشهور. ومنه، أي من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. قال: كلها لله تعالى، أي كل ما ذكر أو لم يذكره أنها حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لأحد غير الله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم استدل بدليل من كتاب الله جل وعلا، وهو قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، أي والدليل أن هذه العبادات كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد فسرت عند أهل العلم أنها
إما أماكن السجود أو أعضاء السجود. أماكن السجود كبيوت الله أو ما يتخذ مصلى يصلى عليه، فإن هذه مساجد. وإما أعضاء السجود التي أمرنا بالسجود عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام، وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه. والآية تشمل المعنيين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد هذه نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل شيء. فقال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله، أي صرف من هذه العبادات شيئا منها ولو واحدا منها لغير الله، فهو مشرك كافر، مشرك بالله كافر بالله. والدليل قوله تعالى، والدليل على ما ذكر: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالكافر أعماله حابطة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يدعو من دون الله، فبدأ بالدعاء، والدعاء إما أن يكون دعاء عبادة وهو الثناء كالذكر كالتسبيح والتكبير والصلاة وغير ذلك، وإما أن يكون دعاء مسألة بأن يطلب شيئا من الله، يطلبه الرزق، يطلبه العافية، يطلبه العلم وغير ذلك، فإنه يشمل هذا وهذا. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث فيه ضعف، والذي أصح منه وأقوى منه: الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. فسمى الدعاء عبادة. ها هنا بدأ يسرد الأدلة من كتاب الله جل وعلا، يبين أن هذه عبادات، واستدل بها بأدلة، وأخبر فيها أنها إذا كانت عبادة لا بد أن تصرف لله، فإذا صرفتها لأحد غير الله فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى. وبدأ بالدعاء لأنه أعظمها وهو أشهرها. قال بعدها: ودليل الخوف وهو الفزع، توقع المكروه، كأن يخاف من ولي أو يخاف من جن أو يخاف من سحرة أو يخاف من أحد غير الله سبحانه وتعالى، أو يخاف من المشركين أو من الأعداء. فالخوف نوعان: إما أن يكون خوف عبادة، فهذا هو خوف السر وهو المنهي عنه. وأما إذا كان خوف طبيعة، كأن يخاف مثلا من أسد، أو يخاف من أحد يخاف يعني شره، فهذا خوف طبيعي. والمقصود هنا خوف السر وهو خوف العبادة: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فاشترط هنا صحة الإيمان في الخوف. واستدل بدليل آخر في الرجاء، ودليل الرجاء، والرجاء هو الرغبة، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الرغبة، وهو الطمع في ثواب الله جل وعلا مع عمل صالح، هذا هو الرجاء. فلا بد أن يكون مع عمل صالح. ودليل التوكل وهو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه جل وعلا، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله
فهو حسبه، ودليل الرغبة هو طلب شيء محمود، والرهبة وهو الخوف من المرهوب، والخشوع هو التذلل في القلب. قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم، الضمير يعود للأنبياء لما ذكر ما هم عليه من القصص، وذكر دعاءهم والتجاءهم وأن الله استجب دعائهم. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية، والخشية هو الخوف مقرور بالتعظيم لله جل وعلا، والخشية لا بد أن تكون معها علم بالله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا مع الإقبال عليه سبحانه وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم. ودليل الاستعانة هو طلب العون. والاستعانة إما أن تكون من شيء لا من أحد لا يقدر عليه إلا الله فيطلبه منه، فهذا شرك بالله جل وعلا، وإما أن يكون يطلبه من حي حاضر قادر فهذا جائز، لأنه من التعاون على البر والتقوى. إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الأدعية فوجدتها في العون على طاعة الله، ثم تأملت كتاب الله فوجدتها في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة، ودليل الاستعاذة هو طلب الالتجاء من شيء يخافه الإنسان. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة هو طلب الغوث، وهذه لا تكون إلا في الشدة للنجاة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح وهو إراقة الدم وإزهاقه تقربا إلى الله جل وعلا على سبيل التغرب، فإذا كان لله فهذا توحيد، فإذا كان لغير الله فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان لضيف أو لفرح أو لأقارب فهذا لا بأس به، فإنه جائز ولا يدخل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فصل ربك وانحر. واستدل بقوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ونسكي أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وبما أن الله لعنه فهو يبغضه فهو منهي عنه. وختمها بالنذر بقوله: ودليل النذر، والنذر معناها الإلزام، بأن يلزم المرء نفسه بشيء ليس ملزوما به بأصل الشرع، كأن يقول: لله علي إن نجحت أو نجح ابني لأفعل أو أتصدق أو أذبح، فهو ألزم نفسه بشيء غير ملزما به بأصل الشرع. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخرج من البخيل، واستدل بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب على المسلم أيها الأحبة أن يعرف العبادة ويعرف أنواعها وأن يجعلها لله، فإن صرفها لأحد غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الأصل العظيم الذي مر معنا، وهو الأصل الأول من ثلاثة الأصول، يقرر بأن أن تعرف الله جل وعلا وتتعرف عليه بأسمائه وصفاته وتعلم أنه هو المستحق للعبادة، وأن كل عبادة لغير الله فهي شرك بالله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.